بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ظرف استثنائي شوية، على بالكم الحالة اللي عنا فيها الجزائر كامل كما كامل البلدان تاع العالم على المرض هذا. إن شاء الله بك ندعي ربي يا يرفد علينا هذا الضر وهذا الوباء، إن شاء الله كامل نكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله ما يطول ما يدوم علينا إن شاء الله. وحبابنا وناسنا من بليدة، جيراننا وعائلتنا فاميلتنا كامل راهي تما، ندعي لهم كامل ان شاء الله ربي يفتح عليهم هما تاني الدار هذا، وربي يفتح علينا بيبانه ان شاء الله. بعد ما وقفنا كامل الدروس عندنا شحال بهذا الظرف الاستثنائي، اليوم راني حابه ندير لكم من بريوش موسلين، وان شاء الله هي ريحه تعجبكم. و بريوش يعني بزاف شابه وبنينه، ماذا بيا كامل تعودوها وميزان حسنات ودعواتكم ان شاء الله. بون دوك نديرو لو لوفا، عندنا 15 غرام تاع خميره تاع العجين، عندنا من 75 حتى 90 غرام تاع السكر، سكر عادي، وعندنا 50 غرام تاع الماء. نخلطوهم طول شوية، نخلو لولوجان تاعنا يطلع، نغطيوه بيان سيغ بطرشون، نخليوه يطلع ونعاودو نولو بعد قليل. بعد ما طلع لولوجان ديالنا نحطو لافارين اللي هي رطل، الفارينة عندنا قسم كويارة كافي تاع لا ليفير، خمارة 15 غرام تاع الحدا، عشرة غرام تاع الملح، وعندنا لي زاست حبينا القارص والتشينا، حبينا نديرو غير التشينا وحدها. عندنا لاباني كويارة كافي، ربع حبات بيض يكونوا موايا ماشي بيض كبير، ونحطوه في البيتخان يدور بالكروشي. هكذا نخلوه يدور واحد 10 حتى 15 دقيقة. هنا بعد ما ضربت واحد 10 حتى ربع ساعة نبداو نخلطو ونزيدو في الزبدة، نزيدو بار بوتيت كونتيتي، عندنا 200 غرام زبدة، دو بريفيرونس نديرو زبدة ماشي لا مارغارين. شوية حتى ندخلو كامل الزبدة ديالنا، هنا راني نضربها دوزيام فيتاس. نقدر نزيد لها شوية جست باش تدخلها الزبدة تاعنا،
انا درت الكملوت كامل كميه تاع الزبده ديالي. نقدر راني عجنتها واحد ربع ساعه، الكميه تاع الزبده راهي كافيه. على بالي سميناها لا بريوش موسلين على خاطرش لا كونتيتي تاع الزبده راهي تلحق حتى ل 200 غرام. فوالا هاي العجينه بعد ما تعجنت، هاي ديك راهي ليس، نضربوها شويه. راهي ما شاء الله، ها هي بيان ليس. ندهن لو بور تاعي بشويه زيت هكذا، نحطها ونخليها تخمل حتى تطلع الدوب دو فوليوم، ونعاودو نولو ليها. هنا خمرت العجينه ديالي، خمرتها ا دو فوا اون دو فوا، طلعت عاود حبتها وزدت عاود طلعتها، زدت عاود تخمرت بوغ لا دوزيام فوا. هاذي العجينه دونك هنا عندي ليمون، عندي تاع الحديد بوغي فاريني، سينو تاع سيليكون. انتي واش عندك ديري، انتي واش عندك. والميزان نوزنو على حساب المول تاعنا، لكن المول تاعي كبير نلحق حتى 60 غرام. كيما هذا في الكبير هاني 60 غرام، نبولي بيا على بات ديالي هكذا ما بين هاد السبع وهادوما، نروحو هكذا نحلها شويه في الوسط. هنا عندي نوتيلا ولا عندك شوكولا تارتيني لي جات، نديرو شويه في لابول تاعنا. هاي نعاود وحده نغلقوها بيا، نغلقوها مليح هكذا نبوليوها بيا ونحطوها في المول ديالنا هكذا. الفتحه نحطوها من جهه التحتانيه. نزيدو نوزنو الثانيه، انا كيما في هذا المول تلحق لي حتى 60 غرام. نبوليها بيان ومن بعد نحفرها شويه في الوسط هكذا. ندير شوكولا تارتيني لي عندكم، نغلقوها مليح هكذا. لازم نغلقها بيان باش ما تنحليش لاباط ديالي، ونعاودو نبوليوها بيان ونحطوها في المول ديالنا. هنا عندي جون دوف فيه شويه قهوه سريعه الذوبان ولا قهوه تاعنا تاع الدار. ندهنهم من الفوق هكذا، ندير لها شويه سكر، نيمبورت كال سكر اللي عندكم، يا كان تاع الدار سينو هذا كريستو هكذا. نخلوهم يعاودو يخمرو مره ثانيه، ومن بعد باش نحطهم يطيبوا على 200 درجه. هم لي بغيوش تاعنا بعد ما وجدوا شرا يعجبوكم وتشوفوا بزاف خفاف. وشنو ننصحكم كي تبداوهم بعدا في زمان الشتاء، بداوهم بزاف بكري، بداوهم على 12 على 11 ونص على 11 باش يوجدوا لكم بالخف، سينو طولوا حتى ل 4 ل 5 باش يوجدوا لكم لي بغيوش ديالكم.
هاي لك الحبه. هاي لك كيفاش جات. ننصحكم ديروها على خاطرش فريمون خفيفه خفيفه حتى ما كاش. واش نعطيو لها الوقت.